ما يحدث في الوقت الغرفه وفي تلك الغرفه والسؤال امين فبقول ما يحدث في تلك الغرفه ولا امتلك له جوابا قاطعا ولكن الذي يحدث هو ان العديد من الحكايات مثلا انتقلت الى والتي كانت من ماهر صلاح كاتبة وناقدة سينمائية مصرية يسعدني وشاركني وجودي في مهرجان سلا لسينما المرأة. هذا المهرجان الذي اعتز به بشكل كبير جدا للاهتمام بالمرأة وتقديمها أو إتاحة أفق لتقديم تجاربها الإبداعية في مجالات مختلفة سواء في الكتابة سواء في الإخراج سواء في الصورة. محظوظة جدا أنا بإني من الكاتبات العربية التي يقدمون مهرجان سلا هذا العام ومناقشة كتبي التي اهتمت بالسينما وكان جزء كبير منها عن المرأة كما في حديثي أو كتابتي عن المرأة في أفلام الفتوة في السينما المصرية. كنت عايزة أتكلم وأشكر كل القائمين وأشكر الشعب المغربي على استضافته وعلى حبه وعلى كرمه وكل حاجة حقيقي. أنا عشت المغرب من أول مرة أنا بشكرهم جدا جدا من كل سعادة يعني يا رب اللي جاي من أعمال بحث نظر كعمل جديد مستقبل إن شاء الله. إن شاء الله في الجزء الثاني من مسلسل الأول على مصر إن شاء الله يعني في التصوير بإذن الله واحتمال يبقى في مسرح بس يعني هقرا الأول وأشوف يعني. كلمة أخيرة لمتابعينك في المغرب وشكرا. أنا متشكرة جدا على حبكم وعلى دعمكم ومتشكرة على ولكن الجميل المصري الهادي كل مرات اجتماعيه وطيب الجمال اتمنى ان احنا نلتقي يوما ما. انا سلمى بكار مخرجه ومنتجه سينمائيه تونسيه المشاركه بتاعي في مهرجان سالي الفيلم النسائي عطاوني تكريم امبارح انا نشكر ضيف الشرف تاع المهرجان اول مره نمشي في مهرجان ما عندي ملاحظ مانيش لاني مشاركه بشريط شريطي باش يتعدى لكن شريط اللي نختاره هو فاطمه 85 هو اول شريط اول عمل مرتين في سنوات 85 ماهيش أول مرة نجي للمغرب خاطر أنا ديما نمشي للمغرب كان ليا أعمال مشتركة مع سي تي إم وإن شاء الله نعرفوا أفلام قليلة مشتركة مع سي تي إم أنا خرجت اثنين شريط طويل اسمه الجيدة كان هو أول واحد في الوقت في تونسي في 2017-2018 وتوا قاعدة نكتب في سيناريو جديد اسمه لا ميزون دو غي أو اللاهورة وإن شاء الله نعاود نرجع برشا مرات للمغرب خاطر هذه هي بلاد اللي مغرب تونس نحط روحي في داري وفي أسرتي. شكرا لموقع أصوات على رأس الأغراض محمد بن الغريب رئيس المهرجان الدولي للفيلم الفاس. هذا المهرجان الذي تم تأسيسه السنة الماضية والآن نحن في سنة تنظيم هذا المهرجان في فترة ما بين 12 فبراير إلى 16 مايو وتنفيذ المهرجان سوف يكون في ثلاث مسابقات أفلام 30 فيلم 10 أفلام طويلة و10 أفلام قصيرة و10 أفلام وثائقية وكذلك سوف المهرجان يكرم ثلاث نجوم من المغرب ومصر وإسبانيا ويتعرض الأمر للممثل القدير مفتاح محمد مفتاح والممثلة القديرة إسعاد يونس بإضافة إلى مخرج إسباني. وكذلك المهرجان سوف يقوم بعدة تنظيم عدة ورشات في الكتابة وفي السيناريو كذلك وإلى تنظيم حافلة طبية إن شاء الله إلى إقليم ملاعبكم
منها حوالي يستفيد منها حوالي 1000 شخص. شكرا. متنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.